السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد على قناة ام وايت شارت، دليلكم في عالم الربح والمعرفة من العملات الرقمية. والفيديو دوت هيكون نصايح للمبتدئين، وحتى لو أنت عندك فكرة سابقة أو خبرة في السوق برضه ممكن الفيديو ده يبدأ فيه حاجة تفيدك. تمام، أول حاجة أنا حابب أوضح حاجة مهمة أوي. أنت لازم تعمل لنفسك إدارة رأس مال محترم، إدارة رأس مال صارمة. ليه؟ انت اصلا كمبتدئ في السوق لو ما عودتش نفسك على الالتزام وانك ازاي تلتزم، تمام، وتعود نفسك على كده، صدقني عمرك هيبقى قصير عامه بعد يعني عمرك هيبقى قصير في التداول، تمام، وبعد معاناه يعني بعد خساره هتخليك بص ممكن توصل لمرحله ان انت تسحب قرض من البنك وتدخل بيه السوق على اساس ان انت هتكسب وبرضك هتخسره. فالموضوع من البدايه خالص انت لازم تتعود على الالتزام، لازم تعمل اداره صارمه لمحفظتك. وليكن مثلا انا معايا 1000 دولار، تمام، اقسم ال 1000 دولار ده هم ل 10 صفقات، يعني هدخل في كل صفقه ب 10%. حلو، فانا كده قدامي 10 صفقات، يعني ال 1000 دولار ده هم هدخل بيهم 10 صفقات. فمستحيل لو انت بتعرف تدخل الصفقه صح ودخلت صفقه بناء على سبب مقنع، تمام، فمستحيل ان العشر صفقات هيضربوا ستوب عندك، مستحيل. اكيد مثلا واحده تضرب ستوب اثنين هينجحهم لو انت داخل دخول صح. طيب لو انت مثلا الاقوى من ده كله كمان انك تدخل في كل صفقه ب 50 دولار، يعني انت راس مالك 1000 دولار تدخل في كل صفقه ب 50 دولار فقط. كده هيبقى ال 1000 دولار عاملين لك 20 صفقه مش 10 صفقات، واصبح انت نفسك طويل، هيبقى نفسك طويل في السوق، فاللي انت هتخسره هتعرف تعوضه مع الوقت، هتعرف تعوضه. والغلطة اللي تغلطها ما تكررهاش تاني، اكتبها جنب منك ما تغلطهاش تاني. ومفيش حد اسمه ما بيغلطش، هتغلط، بس انت مع الوقت بتقلل من غلطاتك، تمام. يعني الغلطة اللي تغلطها سجلها عندك واعرفها كويس عشان لو ظهرت قدامك تاني ما تكررهاش. فانت اهم حاجة انك تعرف تدير رأس مالك. انت عارف ان انت يكون ان انت تعرف تدير راس مالك، ده نفسه اهم من انك ازاي تحدد دخولك وتحدد خروجك. يعني ان اداره راس المال، تمام، اقوى وافضل من ان انت تعرف، يعني تعرف سعر دخولك فين وسعر خروجك فين. وكمان الستوب لوز هو حمايه ليك. الستوب لوز ما تستهترش بيه، يعني ما تستهترش بالستوب لوز وتقول ايه انا الستوب لوز بتاعي بخساره 10% او 20%. لا، و10 20% بالنسبه للمبلغ ما داخل بيه كتير، لا انا هصبر شويه ممكن ترجع تاني. صدقني اسال مجرب ولا تسال دكتور، بالاخر كده يعني هتفضل تقول لنفسك كده، هتقول هسيب الصفقه لما ترجع تاني لسعر الدخول، ممكن تنزل وما ترجعش تاني، هتعمل ايه؟ يبقى انت كنت ارض من الاول بالخساره ال 10 20% وخلاص مالكش نصيب فيها، وساعتها هتبقى مقتنع تماما ان انت مالكش نصيب فيها. خلاص انت مالكش نصيب، هي ضربه الستوب عندك خلصت، يبقى انت مالكش نصيب في ارباحها. يبقى تقتنع بالستوب وتخرج، وخساره 10 20% بدل ما الخساره توصل عندك 100 و200 و300 وزي الارقام اللي انا بنشوفها. انا غلطت كده نفس الغلطات ديت برضه، بس الحمد لله يعني اتعلمت، بقيت ماشي شويه كويس، تمام. فخلاص انا يعني حاليا وصلت لمرحله الستوب لوز بحطه خلصت. لو الستوب لوز عندي بشرط، تمام، مش بشرط بحطه اوتوماتيك مع الصفقه، خلصت. فاتعلم الادب، اتعلمت الادب، وانت برضك مش هتقتنع غير لما تتعلم الادب. مهما اقول لك برضك مش هتقتنع غير لما تتعلم الادب الاول وتتقرص قرصه السنين زي ما بقولوا كده. يعني تدخل الصفقه والخساره عندك 10 20%، تشوف المبلغ تقول لا ده مبلغ كبير انا هستنى شويه. طب ما الصفقه ممكن توصل 100% و200% خساره، هتعمل ايه؟ قعدت مرتبك، قعدت متوتر، طب انا هخسر فلوسي، طب يلا زي ما تيجي تيجي، خسرتهم كسبتهم، كل تفكير غلط في غلط. فانت من البدايه والكل اللي هو هيشوف الفيديو دوت التزم بيه، والله العظيم مهما تعمل هو ده الصح. ستوب لوز حمايه ليك، تمام، اداره راس المال اهم حاجه في لاي متداول، وتاني حاجه هو الستوب لوز. يعني الحاجتين دول اهم من انك ازاي تدخل صفقه وتخرج منها. فبالله عليكم التزموا
واعمل نفسك إدارة صارمة محترمة، إدارة صارمة رأس مالك محترمة، رأس مالك $1,000 زي ما قلت لك، رأس مالك $10,000 زي ما قلت لك، رأس مالك $100 برضه زي ما قلت لك. فأنت عودت نفسك من البداية إنك إزاي تعمل إدارة صارمة لرأس مالك وحافظت عليه من البداية، صدقني نفسك هيبقى طويل في السوق وعمرك هيبقى طويل في السوق، ولما توصل لمبلغ محترم وتوصل لمرحلة احتراف هتلاقي نفسك انت مرتاح البال، لان انت عارف انت بتعمل كويس ومش هيشغلك لو الصفقه ضربت ستوب، فانت عارف التاني هتعوض ان شاء الله باذن الله كده، وهتبقى مرتاح البال. تمام. طبعا اللي هيشوف الفيديو ده لاول مره، لو انت حابب تنضم لقناه التليجرام هتلاقي اللينك في الديسكريبشن وفي اول كومنت اسفل الفيديو. تمام. واللي هيشوف الفيديو من على التيك توك برضه هتلاقي اللينك في البيو. ولو عندك اي سؤال او اي استفسار اسالني في الكومنتس تحت، او ممكن تنضم لقناه التليجرام تسالني هناك افضل. تمام. واي حاجه عايز تفهمها، اي حاجه مش فاهمها على منصه بايننس، او اي سؤال في التداول عامه او في المضاربه اسالني، وانا لو اعرف والله ما هبخل عليك. تمام. وانتظرونا فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.